اتكلم لسه، اصل هنتكلم بعد كده على النقاط الفنيه والسلبيات والايجابيات. وكابتن شريف كان عايز كابتن انت لا خلاص على ايجابيات كابتن شريف لا سيبه معلش سامحه كنت عايز اتكلم على الايجابيات، بس قبل ما نتكلم على الايجابيات خلينا ناخد سريعا لان الوقت ضيق. تغييرات مستر كولر نار. التغيير الاول احمد نبيل كوكا بدل مروان عطيه، وانتوا توقعتوه وطلبتوا بيه. لا ما طلبناش كابتن بلال طالب بيه. لا ما طلبناش بمكان لاعب بديفندر بديفندر يعني احنا ما طلبناش. لا انا راجل عايز اسعى ان انا يكون ليا السيطره والتحكم في الجزء الثاني لملعبي اللي انا عندي شورتج فيه النهارده ده اللي فاحنا تخيلنا كلنا ان ده حسين الشحات اللي نازل، تخيلناه قفشة، فهمتني؟ أي. وليس بهذا التغيير يعني. اللي بعد اللي بعده كابتن اسامه مجدي قفشه بدل امام عاشور. هو مش في الدقيقه 70 ماشي، هو مجدي قفشه مش بدل امام عاشور، هما الثلاثه نزلوا مع بعض وحصل اصلي بالثلاث تغييرات غير حاجات مظبوط، بس احنا بنتكلم على مجدي ماشي. بدل امام ماشي، هو واضح ان امام واضح جدا انه جهده قل جدا الشوط الثاني، وواضح لينا انه كان تاثيره مش واضح يعني تحس انه في تعب حصل، فكان لازم ينزل واحد زي قفشه، و يعني قدر ربنا يوفقه ويجيب جون. صحيح ممكن ما كانش تحصل، ولكن هي الكره كده، لما ساعات بتعمل حاجه بتوفق فيها وساعات ما بتعملها ما بتوفقش فيها. ايوه فهو الراجل وفق ان الراجل نزل والدقيقه 91 جاب الهدف المكسب يعني، فتغيير منطقي يعني. إيه كابتن عادل كريم فؤاد بدل بيرسي تاو يعني في نفس الدقيقه 70 كان في ثلاث تغييرات يعني، كان عايز بعد الطرد عاوز يفتح الملعب وعاوز يخلي واحد من الناحيه الدفاعيه، بس هو غير غير جوه الملعب. ايوه لكن انت بتتكلم، انت لما تيجي بالفرقه الاخرى لما بيكون مطرود منها لاعب، انت بتلعب لعيب بيبقى مزدوج المهام، ممكن يكون هو ظهير ايسن اصلا يعني، لكن عنده الحته الهجوميه كبيره يعني، مش لازم تلعب مثلا محمد هاني. محمد هاني ما بيلعبش على الجون كتير، انت لا بالعكس هو غير كريم فؤاد لانه بيبقى قريب من الجون وبيكمل على الجون كتير. طيب التغيير برضو اللي كان في الدقيقه 70 كابتن بلال حسين الشحات بدل احمد عبد القادر. ده تغيير واقعي او تغيير منطقي بلغه الكوره يعني، هو ده الطبيعي كان من البدايه. تمام من البدايه طبعا يعني من البدايه انا ما انا حسين الشحات رجلي في الملعب الفتره الاخيره كان ماشي بشكل كويس جدا. تمام هو اللي بيأدي، عبد القادر بره بعيد جدا 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 جدا، جه واشترك ولعب اساس المباراه اللي فاتت واساس المباراه دي. ممكن يكون حسين الشحات بدنيا اعلى من احمد عبد القادر. حسين الشحات في الملعب بقاله فتره طويله، هو اللي بيلعب هو اللي بياخد بشكل اساسي. فانا شايف انه التغيير ده منطقي يعني انك انت تغير موديست مكان اكرم توفيق في الدقيقه 85 يعني تغيير طبيعي. يعني ده اسمه تغيير طبيعي ليه؟ انا ما متاخر وعايز اجيب جوال وعندك اتنين وعندي بالظبط فعايز النهارده ان انا اسجل هدف ومطرود منهم لعيب. تمام فانا بالتالي ده خد بالك ده تغيير متاخر فاهم قصدي يعني ده متاخر كمان مش يعني ممكن يكون موديست جاله كره وضيعها واثنين وضيعها ولكن له تواجد في ال 18 مزبوط. تمام هو او غيره يعني ده تغيير راس الحربه في التوقيت ده من وجهه نظري ضروري. تغيير ضروري جدا ومتاخر. تمام متاخر انت ده الكلام ده كان المفترض يحصل من بعد الطرد مباشره انك راس الحربه ينزل راس حربه تاني تمام يلعب تمام ويبقى موديست جنب طاهر محمد طاهر واثنين يبقوا موجودين راسين حربه وتلعب بالشكل لانك مطلوب منك لعيب تقريبا متاخر من مستر كولر. وانا اتمنى بقى هل هي عاده هل هي تفاؤل هل هو ده نظام ماشي عليه مستر. انا الحقيقه انا يعني انا لو انا صحفي هساله هقول له هي الدقيقه من الدقيقه يعني من بعد الدقيقه هل مش مسموح التغيير من الدقيقه 65 يعني الطبيعي يبقى في تغييرات يعني المنطق بيقول ان في تغييرات يعني انا المنطق بتاعي ك ك ك كراجل مثلا انا شايف الفرقه بتاعتي مش افضل حاجه الشوط الاول انا من بدايه الشوط الثاني من الدقيقه 45 غير التغييرات اللي تساعدني ان انا اركب الجيم مش تغيير في بعض الاوقات يبقى عندك مثلا هقول لك كابتن ايمن اسف يعني بطول بس انا ممكن يبقى عندي احمد عبد القادر مش
يعني مش مديني المردود مثلا، مش بتكلم عن النهارده، بتكلم بشكل عام يعني مش مباراه النهارده، وده وينج، فانا هغير لعيب بلعيب ليه؟ لانه هو مش مديني المردود، مش هبدل، فاهم قصدي؟ لان مش هحدث طفره بالتغيير. لكن النهارده لما يبقى عندي المشكله عندي في نص الملعب تمام، وغير لعيب بلعيب كوكا مكان مروان، انا ما احدثتش طفره في الاداء، بالعكس هو الاداء نفس الطريقه، نفس الطريقه ونفس طبيعه اللعب ونفس الاداء ونفس السيستم ونفس الاستراتيجي بتلعب بيها، وهم برضو مسيطرين بالتغيير اللي اتعمل. لا، في تغييرات لابد ان هي تحدث الفارق تمام، وتبقى التغييرات من بدري شويه، وتبقى يعني ليها تأثير اكبر من كده. طيب ايمن كمان في التغييرات، هو غير اماكن باماكن، وبعد كده بعد ما نزل يعني اول ما غير الثلاثه اللي هم كريم فؤاد والشحات وقفشه، الشحات نزل مكان عبد القادر في مكان، قفشه نزل مكان امام عاشور ماشي، ومرسي تاو طلع وطاهر دخل كراس حربه وكريم جناح يمين، بعد كده لما موديست نزل رجع كريم تاني مكان اكرم توفيق بكرايت، وحط موديست ورجع طاهر ناحيه اليمين. صحيح. فهو تغييرات داخلها تغييرات داخل يعني. جوه صح. عموما بينضم لنا الان الدكتور احمد بيومي الحديث